كانت قبل الحرب هذا عند المحطة موجودة مع الخلايا. كنت أنا عامل مشروع المحطة المي للتحلية، فأجت الحرب فاستغليت أنا هذا المشروع، لأنه المي اللي كانت في رفح أو في أي مكان كانت مي ملوثة بتيجي عن طريق الأبار بدون تنقية ولا تنفنتر ولا أي حاجة. فاضطريت أن أنا أخذ الماكينة من الأرض وأحطها عنده في الدار وأخليها للناس النازحين اللي كانوا من الشمال أو من الوسط. فأنا هنا في جماعة أولاد عمي قرايبي، لما جيت عليهم بمعجزة هان يعني دمار بشكل رهيب. فاضطرينا احنا نفتح البير المياه الجوفية، جبنا يد عامل وفحره على البير وطلعنا منه استاك الكهرب، جمعناه عن طريق الشبكة اللي هي الطاقة الشمسية. هذا المحطة التحلية، هذا محطة التحلية بتفنتر مية. المية هذه انا خمر هنا لتنقية المية، بسحب الجهاز اللي هو الجهاز العبارة عن هذا، بسحب وبنقل المية. هنا هذول عبارة عن فنترين قبل ما تدخل المية عن منبرات اللي هو محطة التحلية اللي هنا. هذا بتعدل من نسبة ملوحة المية عندي من 65 ل70، يعني الكل اجا وشكرها.